نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية المقيمة في المملكة أروى عمر مقطع فيديو راقص استفز العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المملكة. وظهرت أروى في الفيديو وهي تتوجه إلى شخص ما كان يجلس على كرسي وهو نائم، ثم أيقظته ورقصت أمامه بشكل خليع على أنغام إحدى الأغاني المصرية. وأكد متداول الفيديو أن مثل هذا السلوك مرفوض في المملكة، مشددين على ضرورة ضبطها لمخالفتها للذوق العام. وهذه بعض الصور لأروى عمر أثناء وصلت الرقص في الشارع أمام هذا الرجل الذي كان في غاية الاندهاش والاستغراب من هذا التصرف الغير لائق. أتمنى أن تشاركونا رأيكم في التعليقات بخصوص ما فعلته أروى عمر.